بعد ما شفنا هذا التقرير مع حضراتكم عن المسارح المتنقلة، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنها وتفاصيل أكتر عن تشغيلها مع الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير أستاذ مصطفى، صباح الخير على مصر كلها بخير يا رب وسعادة دايما يا رب وأعياد يا رب دايما. طيب أستاذ عمرو، خلينا نعرف بداية إيه هي المسارح المتنقلة، إزاي بيتم تشغيلها، أهم الأماكن اللي بتكونوا حريصين إن أنتوا تتواجدوا فيها؟ إحنا عندنا في الدولة، إحنا الأول بدأ المشروع بإن إحنا أنتجنا 6 مسارح متنقلة، الكلام ده من 2 سنين. الـ6 مسارح متنقلة عبارة عن مسرح ستيج بينصب، الأول كان عبارة عن عربيتين، العربيتين جارين عربيتين تانيين مقطور، المقطورة وفي مقطورة مجهزة بالصوت والضوء، ومقطورة تانية بينزلوا وبيتحطوا جنب بعض، بيبقى عبارة عن مسرح ستيج. هو كان المسرح الاول في العربيات القديمه، كان المسرح كانت مساحته صغيره، كانت عباره عن 6 × 5 متر تقريبا، وكان بيشتغل عليه. احنا لفينا عليها في قرى مصر كلها، اشتغلنا فيهم في حياه كريمه، اشتغلنا فيها في المناطق الحدوديه في الوادي الجديد، اشتغلنا في شمال سيناء، اشتغلنا في جنوب سيناء، اشتغلنا في البحيره في وادي النطرون، اشتغلنا في الاقصر، في اسوان، اشتغلنا في اسيوط، في ساحل سليم، اشتغلنا في حتت كتير جدا، في مناطق كتير جدا. احنا عندنا 6 الهيئه مقسمه الى 6 اقاليم ثقافيه. كان كل اقليم ثقافي عنده مسرح متنقل، المسرح كان بيجوب المحافظات اللي تبع الاقليم. الحمد لله المشروع الاولاني كان نجح، لقى نجاح كبير جدا 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 واقبال كبير جدا ونجاح. الدولة المصرية مشكورة مجهودة بتوجيهات فخامة الرئيس، بنشكره جدا على توجيهاته ودعم الثقافة، دعم الثقافة لمصر وتوجيهات الدكتورة نبيل الكيلاني. احنا بدأنا نشتغل على 6 أو 8 مسارح تانيين كريمة من نجاح. أيوة فندم، احنا بس فقدنا الصوت، فكنت متأكد ان حضرتك معانا يا فندم. استاذ عمرو، احنا الـ6 مسارح الاولانيين كانوا ناجحين جدا، انا قلت لحضرتك اشتغلوا في كل ربوع مصر، اشتغلوا في القرى، اشتغلوا في القرى مع حياه كريمه، اشتغلوا في القرى مع حياه كريمه، اشتغلوا في المناطق الحدوديه، اشتغلوا في شمال سيناء، اشتغلوا في محافظات، اشتغلوا في البحيره في وادي النطرون، اشتغلوا في كل محافظات مصر ومحافظات النائيه والحدوديه، وركزنا اكثر على حياه كريمه. بعد نجاح المشروع في حياه كريمه، مؤسسه حياه كريمه مشكوره والدوله مشكوره ان هي وفرت لنا مبلغ من حياه كريمه ان احنا نعمل ناسس 8 مسارح بخلاف الـ6 مسارح. طيب احنا فهمنا الجزء التقني، انا يهمني زي ما بيقولوا كده الكونتنت او المضمون، ماذا قدمت وزاره الثقافه من عروض مسرحية، من مكتبات متنقلة، إيه هي أهم الرسائل اللي الدولة ممثلة في وزارة الثقافة عايزة تنقلها للقرى والنجوع في داخل مصر؟ احنا بنلف القريه، بننزل بالمسرح المتنقل في القريه، باي قريه بننزل فيها، بننزل فيها لمده اسبوع متكامل. اسبوع متكامل عباره عن بيبقى فيه عروض، مسرحيه. احنا اشتغلنا مع قطاعات الانتاج، قطاعات وزاره الثقافه كلها، مسرح التجوال، اشتغلنا مع الاوبرا، نزل اشتغلوا وعرضوا عليه. بنعمل عروض مسرحيه، بنعمل عروض فنون شعبيه، بنعمل عروض موسيقى عربيه، بنعمل ورش انتاجيه، بنعمل ورش حكي، بنعمل ورش، بنقعد اسبوع مكثف في القريه بالمسرح، بنشتغل على المسرح ده بكل، بننزل بكامل طاقتنا بالمدربين، بيبقى معانا كتب، بنعمل مكتبه متجوله بيبقى فيها قراءه، بنشتغل مده اسبوع متكامل في كل قريه ثقافيه، بنقعد بنكمل اسبوع في الثقافه، وبعدين بننقل بعد كده لقريه ثانيه فيما بعد. فاحنا بننزل الاسبوع الثقافي، ما بننزلش ورش، ما بننزلش عرض وبنمشي، لا احنا بننزل بنقعد اسبوع كامل متكامل شغالين من كل الفنون المختلفة عشان توصل للقرى وتوصل لأهالينا في القرى وتوصل لأهالينا في المناطق المحرومة وتوصل في المناطق الحدودية. احنا عملنا كذا اسبوع في الوادي الجديد، اشتغلنا في الوادي الجديد اكتر من اسبوع في قرى الوادي الجديد. فاحنا اشتغلنا في كل قرى، بننزل القرية بننزل نقعد فيها اسبوع كامل متكامل بكل انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة كمان بالمرة، يعني بالكل، يعني ككل قطاعات وزارة الثقافة لإنتاج منتج ثقافي يصل للمواطن المصري اللي في احتياج له، اللي في جميع قرى مصر. صحيح، على اي حال المجهود واضح، وبالتاكيد الرسائل اللي عايزه الدوله من خلال وزاره الثقافه ترسلها لنجوع مصر يعني واضحه جدا في المسرح المتجول. شكرا لك استاذ عمرو البسوني رئيس الهيئه العامه للقصور الثقافيه.